من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أنه يسعى لتعميق العلاقات الثنائية مع مصر وبحث مجموعة كبيرة من القضايا المشتركة، وأكد أن مصر تعد أكبر شريك اقتصادي للمملكة المتحدة وحليفا قويا في مواجهة الإرهاب. هذا وقد قالت السفارة البريطانية أنه من المقرر أن يلتقي جونسون خلال زيارة القاهرة عددا من ممثلي المجتمع المدني وناشطين أيضا في مجال حقوق الإنسان. وينضم إلينا هاتفيا حول هذا الموضوع سيادة السفير أخ أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية مساعد وزير الخارجية سابقا. سيادة السفير، هنا زيارة لوزير الخارجية البريطاني تعتبر الأولى منذ أن تولى منصبه، كيف ترى أهمية هذه الزيارة في مسألة تعميق العلاقات فيما بين البلدين المهمين مصر وبريطانيا؟ يعني هو في مسألة تعميق العلاقات دايما بيبقى الاتصال المباشر واللقاءات المباشرة بتخلي الشخصيات القيادية انها تتعرف على بعضها، وبتقدر ان هي تتعرف على الموقف وعلى تفكير الطرف الاخر وطريقة تناوله للموضوع، لان طبعا وزير الخارجية البريطاني جونسون ده بيمثل يعني اتجاه نحو اليمين في بريطانيا، وايضا اتجاه نحو الخروج من الاتحاد الاوروبي، وبيعتبره بالذات جونسون بيعتبر ان ده بما سماه في حملته للخروج من بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ان ده بمثابه عوده الاستقلال، عوده حريه القرار. فبالتالي بدات حمله للبحث عن شركاء وتقويه العلاقات مع الشركاء التقليديين لتدعيم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركه بين البلاد المختلفه، سواء مجموعه الكومنولث البريطاني او مصر باعتبارها انها دوله لها علاقات وثيقة واستثمارات بريطانية موجودة عندنا. وخاصة أن مصر أيضا سيادة السفير هنا يعني لديها قدرة اقتصادية هائلة، وخاصة في علاقاتها مع دول قارة إفريقيا ومشاركتها في 3 تكتلات اقتصادية مثل الكوميسا، وكيف يمكن أن يكون لبريطانيا شراكة في هذا الأمر؟ هو بيهم دايما المستثمر الأوروبي أو الأجنبي أن هو مصر في حد ذاتها فيها سوق كبيرة جدا 90 مليون نسمة، الدول الجوار ليها عندنا في بالذات ليبيا والسودان والمشرق العربي وشرق افريقيا، فده بيحطه في اعتباره عندما ياتي الى مصر، واحيانا بتكون هي مركز للتوزيع في منطقه الشرق الاوسط وافريقيا، فهنا في اهتمام بالاستثمارات لان الاستثمارات في مصر لها عائد مجزي. نعم. علينا بقى واجب ان احنا نسرع بإصدار قانون الاستثمار ولائحة تنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لأن دايما المستثمر بيبص للقانون الخدمة المدنية لأنه بيوظف ناس وبيشغل ناس، فلازم يعرف قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لأن إلى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية رغم صدور القانون من 7 أشهر. القانون الاستثمار أيضا في علامة استفهام لماذا لم يصدر، فهذا على المستوى الثنائي. أيضا بالنسبة للتعليم، بريطانيا النهارده اللغه الانجليزيه هي اللغه الاولى في العالم، واحنا عندنا ميراث ثقافي في العلاقات مع بريطانيا والمدارس المختلفه، بدليل ان هو هيزور المركز الثقافي البريطاني، ده اشاره لان ممكن يعني تنميه التعاون الثقافي بين البلدين. ده هو المهم طبعا في ملفات متعدده على فكره سياده السفير، لكن الوقت ياخذنا او يداهمنا للحديث حول هذه الملفات. طبعا اشكرك جدا سياده السفير رخاء احمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه، كنت معي عبر الهاتف.